نسلم الميدالية النحاسية لصاحبة المرتبة الثالثة سوسين كيتارا دو لوسترالي. تفضل مشكورة. تشامبيون رشيد. تشامبيون رشيد. And the first place from Roderick Brea in New Zealand. S'il vous plaît, vos encouragements. يتفضل السيد الكاتب العام للعمالة بالنيابة زكريا اليزيدي. رشيد. Champions. Pour la première, pour la troisième place, donc j'appelle donc Godinson. Pour les sprints, l'élite homme. Maintenant, nous allons appeler messieurs les autres. Souhaib Abdullah, رئيس النادي الشيرة الجهادية وعضو المكتب الجامعي. السيد عبد السلام زرود الكاتب العام لنادي أو جمعية العرائش للطرية تلون وعضو المكتب الجامعي. السيد عبد المجيد الجباري رئيس جمعية الترياتلون بالعرائش وعضو المكتب الجامعي فليتفضلوا مشكورين. الوغ المرتبة الثالثة يتفضل السي عبد المجيد الجباري صهيب عبد الله رئيس النادي التشيرة الجهادية وعضو المكتب الجامعي. Pour la deuxième place, j'appelle Titri Bergman. Al Martab al Tania est invité à Abdeslam Zerroud, le كاتب العام لجمعية العرائش للترياتلون وعضو المكتب الجامعي فليتفضل مشكورا. ميدالية فضية وبوكي دو فلور. هاني علي الأب بطلات تقول. Pour la première place, représentant du CMND Club Municipal Natation Tchir Al-Jihadiya, Samia Msafour. يتفضل عبد المجيد الجباري رئيس جمعية تريتلون بالعرائش عضو المكتب الجامعي. وشكرا لكل أعضاء الجامعة الملكية المغربية للتريتلون عملة العرائش. رئيس الهيئة الحضرية إذا كان متواجد معنا لعملة العرائش رئيس الجهادية. يتفضل السيد رئيس عناصر القوات المساعدة مشكورا بعملة العرائش ممثل عناصر القوات المساعدة ليسلم الميدالية النحاسية لصاحب المرتبة الثالثة. بهذه المناسبة أخي مصطفى لا يفوتنا أن نشكر جميع عناصر القوات المساعدة التي ساهمت بفعالية في تنظيم هذه التظاهرة. جابيل بور لا دوزيام بلاس لو غوبريزونتون دو كلوب كازايلي تخياتلون بن شقرون يحيى. يتفضل السيد رئيس الهيئة الحضرية بعملة العرائش باسم رجال الأمن الوطني للمجهودات التي قاموا بها ضمن اللجنة المنظمة وتحضير هذا المضمار والمحافظة على السلم وسلامة كل المشاركين. Et pour la première place, j'appelle Tamim Jamal Al-Kouari من قطر ومبضبط من نادي الغالية ترياتلون. رئيس الجامعة الملكية المغربية للترياتلون وسي بوفتاس عضو المكتب الجامعي مشكورين على المجهودات وصور لي صور للذكرى للتاريخ مع الأبطال. وهكذا سأطلب من رشيد
رشيد الإخراج الصوتي رشيد.